دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 شهدت العديد من المواقف الطريفة والغريبة جدا في مختلف الألعاب، إلى جانب تسجيل بعض الأرقام القياسية. تعالوا مع حضراتكم نشوف التقرير ده وأهم المواقف الطريفة في أولمبياد 24. مواقف طريفة وغريبة شهدتها دورة الألعاب الأولمبية الحالية باريس 2024. البداية كانت من ابتكار منظمي التجمع الرياضي في باريس هذا العام طريقة صديقة للبيئة وآمنة لإطلاق شعلة الأولمبياد عند الافتتاح عن طريق إضاءة 40 مصباح بيعمل بالكهرباء و200 فوهة من رزاز الماء عالي الضغط واللي بيدي صورة بتوحي إنه لهب، والمعروف إنه على مدار السنين اللي فاتت كانت الشعلة من النار، لكنهم في باريس ابتكروا شيء جديد. من بين اللحظات التي لن تنسى، المصور جيروم برولي التقط واحدة من أفضل صور الأولمبياد حتى الآن في رياضة ركوب الأمواج، واللي بتوضح اللاعب وكأنه بيتحدى الجاذبية محلقاً في الهواء ولوحه بجانبه وكأنه بيقف في صورة مركبة. خلال مواجهة فرنسا ضد اليابان في كرة السلة ضمن أولمبياد باريس، جمعت لقطات طريفة بين أطول لاعب بالبطولة وأقصر لاعب، وأظهرت صور من المباراة تنافس حاد بين الفرنسي فيكتور ويمبانيا أطول لاعب في البطولة واللي بيبلغ طوله 222 سنتي مع الياباني يوكوتوغاشي الأقصر في المنافسة ب 167 سنتي. القرية الأولمبية في باريس شهدت عرض زواج أرجنتيني من أحد لاعبي فريق كرة اليد للتانجو لمواطنته التي تمثل منتخب الوطني لرياضة الهوكي. الحساب الرسمي لأولمبياد باريس 2024 عبر موقع إكس كتب وقال إن المعسكر الأرجنتيني شهد أول عرض زواج في القرية الأولمبية. تقدم بابلو سيموني لاعب منتخب الأرجنتين وفريق بندروم الأسباني لكرة اليد بعرض زواج للاعبة الهوكي بيلا كامبوي من فريق سانسي، وقدم سيموني طلب الزواج من خلال عرض خاتم الخطوبة على كامبوي، وده كان أمام الجهازين الفنيين لمنتخبي بلاده لكرة اليد والهوكي لتوافق على الفور، وقفزت احتفالا وسط تصفيق الجميع. كما شهدت دورة الألعاب الأولمبية واقعة طريفة أخرى، وكان بطلها المنتخب اليوناني الأولمبي لكرة الماء قبل مباراته أمام نظيره الروماني، حيث اضطر لاعبو المنتخب اليوناني يوم المباراة لإزاحة سيارة قليلاً كانت مركونة بشكل عشوائي في شارع ضيق وتعترض طريق حافلة الفريق. ومن المواقف الطريفة في الأولمبياد هو احتفال السباح رايان ميرفي بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر ظهراً للرجال، وفي نفس الوقت رفعت زوجته لافتة بعد حفل توزيع الميداليات لتعلن أنهما سيرزقان بطفلة. ميرفي والفائز بسبع ميداليات أولمبية تزوج من بريدجيت كونتينين العام الماضي وكان في استقبال طفلهما الأول في يناير المقبل. وفي واقعة أخرى، طردت اللجنة الأولمبية البرازيلية لاعبة السباحة آنا فيرا بعد مغادرتها القرية الأولمبية دون إذن بمرافقة زميلها السباح جابرييل سانتوس، وقد نشر الثنائي صوراً لهما على وسائل التواصل الاجتماعي مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم من اللجنة.